من وين؟ طهران تسحب قادتها العسكريين من سوريا خوفا من خرق أمني سوري، وذلك بحسب مسؤول كبير لرويترز. الخارجية الأمريكية تقول إن انتشار الصراع في الشرق الأوسط لن يخدم المصالح الأمريكية ولا مصالح إيران. وزير الخارجية اليمني يقول للحدث إن حماية الملاحة في البحر الأحمر لن تتحقق دون مشاركة المؤسسات الشرعية. هنية في مصر لبحث مبادرة تهدئة صاغتها واشنطن مع مسؤولين من القاهرة وتل أبيب والدوحة. الجيش البريطاني في لبنان موجود للتهدئة ووضع حزب الله على الحدود. تحيات طيبات، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه الساعة من الرياضة. أفادت وكالة رويترز بأن الحرس الثوري قد بدأ بسحب ضباطه من سوريا بعد الضربات الإسرائيلية التي طالت مواقعه، ونقلت الوكالة عن مصادر قولهم إن الخطوة الإيرانية مرتبطة بعدم رغبتها في الانجرار المباشر نحو الصراع في المنطقة، لكن مصادر الوكالة قالت إن هذه الخطوة لا تعني أن إيران ترغب بإنهاء وجودها في سوريا، وقال إن سحب ضباطها من سوريا هو تقليص للوجود وليس انسحابا كليا. كما نقلت رويترز عن مسؤول أمني إقليمي وصفته بالكبير أن كبار القادة الإيرانيين قد غادروا سوريا إلى جانب عشرات الضباط من الرتب المتوسطة، وأضاف مصدر الوكالة أن الحرس الثوري سيدير شؤون سوريا عن بعد بمساعدة حليفه حزب الله. هذا الانسحاب يأتي بحسب مصدر الوكالة بعد أن أثار الحرس الثوري الإيراني مخاوف من تسريب الأمن السوري معلومات عن تواجد عناصره في سوريا. تابع المصدر نفسه أن قوات الأمن السوري لعبت دورا باستهداف عناصر وضباط الحرس الثوري مؤخرا في سوريا، وقال إن خرقا أمنيا هو السبب وراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة على الحرس الثوري في سوريا، وقال إنه أي الحرس الثوري سيعتمد أكثر على الميليشيات الشيعية في سوريا بعد سحب ضباطه ومسؤوليه الكبار. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن انتشار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لن يخدم المصالح الأمريكية ولا يتماشى مع مصالح إيران أيضا. كلام المتحدث جاء عقب الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية على الحدود السورية الأردنية وأدى إلى قتل 3 جنود أمريكيين، وأوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن رسمت خريطة طريق للرد على الهجوم، مؤكدا أن واشنطن لا تسعى مطلقا إلى تصعيد حدة التوتر في المنطقة، وقال إن الرد سيكون من أجل حماية الجنود الأمريكيين. معي مباشرة من ريف حلب الشمالي الصحفي محمد هارون، أهلا ومرحبا بك محمد على شاشة الحدث. في البداية أريد أن أسأل عن انعكاسات إعادة التموضع أو حتى الانسحاب هذا الإيراني بالقادة والضباط من بعض المناطق السورية. نعم بالفعل، يعني حقيقة بعد مقتل 3 جنود أمريكيين في منطقة التنف وتصعيد لهجة التهديدات من قبل قادة عسكريين للولايات المتحدة الأمريكية شهدت المنطقة تغيرات، وبعض يعني التغيرات على مستوى وجود الميليشيات الإيرانية المتواجدة خاصة في شمال شرق سوريا، حيث قامت الميليشيات حسب معلومات من تلك المناطق يعني عمليات تمويه لمقراتها وإعادة تغيير لمقارها
وخاصة في منطقة القامشلي والبوكمال، أو عفوا في منطقة البوكمال وعلى كافة الشريط الحدودي. وتعتبر هذه المنطقة بشكل عام، منطقة شمال وشرق سوريا، هي يعني يوجد فيها عدد كبير للميليشيات الإيرانية المتواجدة. أما عن منطقة شمال غرب سوريا وريف حلب الغربي، أيضا هنا توجد يعني حقيقة كذلك عدد كبير من الميليشيات على خطوط التماس، وتعرف بأن هذه المنطقة ذات وجود إيراني كبير، خاصة على جبهات دارة عزة وأيضا ريف إدلب بالكامل. هنا لا يوجد أي تغيرات بالمطلق، وإنما الأمور هي يعني كما كانت عليه في الأيام والأيام السابقة. لكن المعلومات تشير إلى أن هنالك قيادي بارز للميليشيات الإيرانية متواجد في منطقة شمال شرق سوريا، يدعى الحاج عسكر. وفق للمعلومات غادر منذ يومين منطقة شمال شرق سوريا، حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات رسمية على يعني مكان وجوده الجديد. المعلومات تشير إلى أنه غالبا ذهب إلى إيران. وبطبيعة الحال هنا في سوريا، خاصة في المناطق التي أتحدث عنها، لا يوجد قادة عسكريين بارزين من الصف الأول، أي قادة كبار هم يعني بين الفينة والأخرى، يأتون إلى سوريا ومن ثم يغادرون إلى العراق وإلى سوريا. بمعنى هنا يوجد يعني عدد من الضباط، لنقل من الصف الثاني والثالث. طيب أريد أن أسأل لو سمحت هارون، هنا بحسب أيضا ما تسمع الصحافة ذكرت أنه هؤلاء الضباط أو هؤلاء القادة سوف يتم استبدالهم، أو حتى سوف يتم إعادة نشر لعناصر من خارج سوريا، في إشارة إلى باكستان وأفغانستان وبعض الميليشيات الشيعية هناك. نعم، يعني حقيقة الميليشيات الموالية لإيران أساسا في سوريا هي كثيرة جدا. هنالك نعم ميليشيا أفغانية وميليشيات شيعية، خاصة في مناطق تل رفعت أو ما حول مدينة تل رفعت. لكن حتى هذه اللحظة بشكل رئيسي على الأرض لا يوجد أي تغير جذري، وإنما الأمور هي كما كانت عليه، فقط هنالك تغيرات بسيطة يعني ولا شيء يذكر. شكرا جزيلا. إذن الصحفي محمد هارون من ريف حلب الشمالي، شكرا جزيلا لك. تنتشر الميليشيات المدعومة من إيران بريف حلب وشمال شرق سوريا وفي جنوب البلاد. نتابع إذن المزيد مع الزميلة هلا العلي حول تفاصيل تموضع تلك الميليشيات في الجنوب السوري. نعم، شكرا لك أحمد. للميليشيات الإيرانية في سوريا 82 موقعا، 43 موقعا منها في درعا، و12 موقعا في السويداء، و27 موقعا في القنيطرة. وتنتشر مواقع الميليشيات الإيرانية في هذه المناطق عبر قوات متعددة الجنسيات بقيادة الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبنانية. وتعتمد الجهتان على تجنيد العناصر المحلية في المنطقة ضمن صفوفها، وتتنوع مهام الميليشيات الإيرانية بين دعم القوات السورية وحماية مستودعات السلاح والذخيرة ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية في المنطقة، وتنفيذ عمليات الاستطلاع والتجسس على القوات الإسرائيلية في الجولان، والقيام بعمليات تهريب الأسلحة والذخائر وأيضا المخدرات. إذن تعمد الميليشيات الإيرانية إلى إعادة التموضع والانتشار في محافظات الجنوب السوري تجنبا للاستهداف الإسرائيلي، كما أنها توسع دائرة تجنيد المجموعات المحلية في المنطقة ليكونوا جزءا من عناصرها كالحرس الثوري وحزب الله. نبدأ مثلا من درعا، هناك مواقع للميليشيات الإيرانية في درعا. هنا تتموضع الميليشيات الإيرانية في درعا وتتبع لحزب الله اللبناني أيضا في 17 موقعا في محافظة درعا، في حين يتوزع الحرس الثوري الإيراني في عدد من المواقع وتقريبا يبلغ عددها 20 موقعا.
يوجد 18 موقعا عسكريا مشتركا بين الاثنين، بين حزب الله والحرس الثوري، وتنتشر مجموعات أخرى لحزب الله اللبناني في السويداء، هنا في الجنوب السوري في السويداء، حيث يمتلك الحرس الثوري الإيراني مواقع عدة. مثلا يوجد 3 مواقع عسكرية مشتركة بين الحزب وبين الحرس الثوري الإيراني، وتنتشر مجموعات تتبع لحزب الله اللبناني في 10 مواقع عسكرية في القنيطرة، هنا أيضا بالقرب من السويداء تنتشر عدة مواقع للميليشيات الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني. يوجد 5 مواقع لهذه الميليشيات، وأيضا 12 موقعا عسكريا مشتركا بين الحزب والحرس الثوري. ويتركز الانتشار الإيراني في القنيطرة في تلال عسكرية مرتفعة تتيح لها القيام بعمليات رصد ومراقبة لمنطقة الجولان، ويمكن القول إن هذا هو هدفها الأساسي من الانتشار في ريف القنيطرة. إذن كان هذا كل ما لدينا أحمد، أما الآن فسوف نعود إليك. شكرا جزيلا لك هلا، يعطيك العافية. مباشرة معي من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد صالح صدقيان، أهلا ومرحبا بحضرتك دكتور على شاشة الحدث. هل هناك أي قراءة متوفرة لدى حضرتك من خلال انسحاب هؤلاء القادة أو هؤلاء الضباط من تلك المناطق السورية؟ هل الهدف يكمن بتخوف طهران بالفعل من الانتقام الأمريكي، إعادة ترتيب أوراق للوجود الإيراني في سوريا، لعبة جديدة يعني من شأنها أن تدير المعركة عن بعد عن طريق حزب الله، كيف تنظر للموضوع؟ تحية لك وللمشاهدين. لا توجد لحد الآن معلومات رسمية تؤكد هذه المعلومات بأن هناك انسحاب لكبار الضباط في المستشارين أو القوة الإيرانية التي تعمل داخل الأراضي السورية. على العكس من ذلك، هناك تأكيد، المعلومات الإيرانية تؤكد بأن بعد الغارات التي استهدفت ضباط إيرانيين سواء كانت في منطقة المزة في العاصمة سورية دمشق أو في سيدة زينب، والتي ذهب ضحيتها ستة ضباط كبار من الحرس الثوري ومن فريق المستشارين الإيرانيين العاملين في سوريا. بعد ذلك كانت هناك معلومات إيرانية تقول بأن مثل هذه العمليات لن تثني إيران من استمرار تواجدها في سوريا، وبالتالي نحن قرأنا ما كتبه أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني بعد اغتيال 4 من القادة في المستشارين الإيرانيين في منطقة المزة السورية التي تقع في العاصمة السورية دمشق. هو كتب، عبد الله كتب، بأن مثل هذه العمليات أو هذه الخطوات لم تغير من العقيدة الإيرانية ومن السياسة الإيرانية بضرورة تواجد هؤلاء المستشارين. لكن هناك بعض الاستقراءات دكتور صدقيان، إذا سمحت لي، يعني وسط عدم التأكيد اللي حضرتك عم بتشير له دكتور صدقيان، لكن هناك بعض الاستقراءات، مثلا الحديث عن وجود خرق أمني، ذلك لربما يدفع إيران بالفعل بأن تسحب ضباطها الكبار وقادتها من سوريا، حتى مع بعض القرارات اللي أخذها مثلا حزب الله العراقي بالعراق عندما قرر بالفعل عدم استهداف المراكز الأمريكية والقواعد الأمريكية، وقال إنه لا يريد أن يحرج الحكومة العراقية. حتى بغداد الرسمية تحدثت عن إنه أصبحت تلك الفصائل تدرك إنه قرار السلم والحرب بيد الدولة. ألا يشير ذلك بالفعل إنه طهران بالفعل أصبحت تفكر بأنه يجب أن تتحرك بطريقة مختلفة، تراجع خريطة تموضعاتها في سوريا؟
نحن نتحدث عن مسارين، مسار يتعلق بفصائل المقاومة سواء كان في العراق، سوريا، لبنان، في أماكن أخرى، ومسار آخر يتعلق بمستشارين إيرانيين عسكريين رسميين تابعين إلى إيران، وهم هؤلاء المستشارين التابعين للحرس الثوري المتواجدين في سوريا. الحرس الثوري الإيراني يقول بأن تواجد هؤلاء المستشارين هو جاء بطلب من القيادة السورية أو الحكومة السورية، وإن أن خروج هؤلاء المستشارين هو يأتي بطلب من الحكومة السورية. غير ذلك الإيرانيون لا يتحدثون عن تغيير في نهجهم بوجود هؤلاء الجنرالات يقتلون في سوريا. دكتور صادقيان، يعني حتى يعني بالتأكيد إن كان ذلك الطلب جاء بلسان سوري رسمي، لكن في النهاية أنا كدولة لن أرسل هؤلاء الجنرالات كي يقتلوا ويقتلوا بهذه الضربات الاستهداف الدقيقة في سوريا، آخرها في المزي وقبل ذلك حتى رضي موسوي. من يرسل عسكريين إلى أي منطقة من المناطق المتوترة مثل سوريا أو لبنان أو أي مكان متوتر هو هذا عسكري. بالضبط عندما ترسل رجل إطفاء حريق ليطفئ نار معينة، كل الاحتمالات واردة، وهذا العسكري عندما يذهب إلى منطقة خصوصا وأنه يقول بأنه يريد مواجهة الحركات الإرهابية، الحركات التكفيرية، معنى ذلك بأنه في مواجهة وهو معرض نفسه للخطر، وهو عسكري في نهاية المطاف، هو يعمل في جهاز عسكري يتعرض للموت والاغتيال ومشاكل ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن تواجد هؤلاء الإيرانيون الآن لا يوجد لدينا شيء، يعني هذا اليوم يعني بعد أن نشرت رويترز حتى يتم تأكيد هذه الأخبار. دكتور صادقيان، دعنا نقف على تصريح مهم للأمريكان حين تحدثوا أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى للتصعيد، وأنه هذا التصعيد لا يخدم لا مصالح أمريكا ولا مصالح إيران. هذا تصريح للخارجية الأمريكية، كيف تنظر إليه؟ بالتأكيد يعني أنا أعتقد بأن هذا هو الموقف الأمريكي الذي يتعاطى مع إيران ومع كل القضايا المرتبطة بإيران. دعني أذكر حتى في عهد الرئيس ترامب الجمهوري أيضا لم يستطع ترامب أو لم يرغب، هو لديه القوة الكافية لكنه لن يرغب في مواجهة إيران. بالتأكيد يعني إيران دولة كبيرة لديها إمكانات، وبالتالي فتح المواجهة مع إيران ليس هو نزهة، بالتالي هناك الكثير من التداعيات. وأنا لا أعتقد بأن الإدارة الأمريكية الحالية وهي تدخل السباق الانتخابي الرئاسي هي بحاجة لمثل هذا التصدع، وهذا تصدع ربما يؤثر على الوضع الانتخابي ووضع الرئيس بايدن تحديدا في السباق الانتخابي الذي من المقرر أن يجرى في نوفمبر من العام 2024. وبالتالي أنا أعتقد بأن الموقف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية كما عبر عنه الرئيس بايدن بأن الرد على مقتل 3 جنود في البرج 22 سوف يكون على مراحل، سوف لا يكون جزيلاً داخل الأراضي الإيرانية، وبالتالي أنا أعتقد بأن هناك إدارة لهذا الملف ولربما لا تريد الولايات المتحدة رفع حدة التوتر في المنطقة. شكرا جزيلا من طهران مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية دكتور محمد صالح صادقيان، شكرا ويعطيك العافية. قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك إن قصف الحوثيين من دون مقاربة شاملة حيالهم لا يحل المشكلة، وأضاف أن دعم خفر السواحل اليمني ومؤسسات الدولة هو الحل المناسب لتأمين حرية الملاحة. وقال بن مبارك إن الحوثيين يستخدمون القضية الفلسطينية لنشر أيديولوجيتهم. وفي هذا الصدد قال المتحدث نفسه إن من يقتل أبناء بلده لا يمتلك حق الدفاع عن الفلسطينيين، وطالب الوزير اليمني بسحب الأعذار التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة السفن ووقف القصف الإسرائيلي على غزة. وكان الجيش الأمريكي قد أعلن أن سفينة حربية أمريكية قد أسقطت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، إضافة إلى 3 طائرات مسيرة إيرانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الاستهداف كان باتجاه خليج عدن، وتمكنت المدمرة USS كارني من إسقاط الصواريخ والمسيرات بنجاح، وذلك وفقا للجيش الأمريكي.
تزامنا مع ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية توجيه ضربة، وذلك دفاعا عن النفس عند أو ضد طائرات مسيرة للحوثيين ومحطة تحكم أرضية، بعدما تبين أن الطائرات المسيرة ومركز التحكم بها يمثلان تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. قبل ذلك كشفت وسائل إعلام حوثية أن قصفا نفذته قوات أمريكية وبريطانية استهدف منطقة الجبانة بمدينة الحديدة اليمنية. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية وتمت إصابتها بشكل مباشر. أفادت شركة أمري الأمن البحري بإصابة سفينة تجارية بصاروخ أطلق من اليمن أثناء إبحارها جنوب غرب عدن اليمنية، وأضافت أن السفينة أبلغت عن انفجار على متنها. قال الحوثيون إنهم استهدفوا سفينة تجارية أمريكية في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة الأمريكية غريفلي. وفي الأثناء أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط المدمرة غريفلي صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باتجاه البحر الأحمر، فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار. أعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات عنيفة جديدة على قطاع غزة مع استمرار معارك عنيفة مع مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية. يتركز القتال في مدينة خان يونس الأكبر جنوبي القطاع، وبحسب شهود عيان فقد استهدفت نيران المدفعية الإسرائيلية آلاف النازحين. وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى مصر اليوم لبحث هدنة جديدة في قطاع غزة. هنية سوف يبحث المبادرة التي تمت صياغتها خلال اجتماع نهاية الأسبوع الماضي في باريس بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز ومسؤولين من مصر وإسرائيل وقطر. وبحسب مصدر في حماس فإن الحركة سوف تدرس اقتراحا يتألف من ثلاث مراحل، تنص الأولى منها على هدنة مدتها 6 أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها أن تطلق سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني مقابل 35 إلى 40 أسيرا إسرائيلية، وتطالب حماس بوقف إطلاق النار بشكل كامل كشرط مسبق لأي اتفاق، فيما تتحدث الحكومة الإسرائيلية عن هدنة في المعارك وترفض وقف عمليتها في غزة. القناة 12 الإسرائيلية كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحماس. وأفادت القناة أن الصفقة ستشمل إطلاق سراح 35 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة في المرحلة الأولى مقابل هدنة ل 35 يوما، مضيفة أن هناك احتمالا أن تمدد التهدئة لأسبوع إضافي بعد 35 يوما من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة والتي تشمل إطلاق سراح شباب تابعين لحماس. يادعوت أحرنوت أعلنت أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة المقبلة 3 أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي، أحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي. إذا نتابع المزيد من هذه التفاصيل مع الزميل توني مزرعاني. أجدد التحية بك توني من جديد، وبالتأكيد نقف على أبرز الملامح المتعلقة بهذه الصفقة المرتقبة. مجددا مساء الخير أحمد لك والمشاهدين. إذن بحسب القناة 12 الإسرائيلية فإن الجانب الإسرائيلي ما زال الطرف الذي لم يوافق على كافة الشروط حتى الآن في صفقة إطلاق سراح الأسرى، لأن المعضلة بحسب القناة ليست في عدد السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم بل في نوعيتهم. وبحسب القناة فإن الكرة الآن في ملعب حماس التي نقل إليها الوسطاء الخطوط الرئيسية للصفقة
الصفقة، لأن الصفقة ستشمل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين الذين أدنتهم إسرائيل بالضلوع في هجمات بحسب القناة. في المقابل، صحيفة يديعوت أحلونوت كشفت أن حماس تصر على أن تشمل الصفقة القادمة 3 أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي. أما وول ستريت جورنال كشفت أن إسرائيل وحماس تدرسان اتفاقا من 3 أجزاء من شأنه إطلاق سراح الرهائن في غزة تزامنا مع وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. كما كشفت وول ستريت جورنال عن أن إسرائيل ستوقف خلال المرحلة الأولى جميع العمليات العسكرية في غزة لمدة 6 أسابيع كي تتمكن حماس من جمع الرهائن الإسرائيليين لإطلاق سراحهم. وبحسب الصحيفة، في حال نجحت هذه المرحلة فإن المرحلة الثانية ستبدأ بإطلاق حماس سراح جنديات إسرائيليات، وفي المرحلة الثالثة من وقف إطلاق النار المحتمل ستطلق حماس سراح جنود إسرائيليين ذكور وجثث ورهائن. هذا ومن المتوقع أن تكون المرحلة الأخيرة من الصفقة هي الأكثر خطورة، حيث قد يحتفظ قادة حماس في غزة بمجموعة صغيرة من الرهائن لاستخدامهم في المساومة ودروع بشرية، في حين قد يرفض القادة الإسرائيليون إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين البارزين. وتقدر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني بحسب مصادر رسمية من الطرفين. عودة لك أحمد. شكرا جزيلا لك توني، ويعطيك ألف عافية. شكرا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت متأخر أمس إن الجهود جارية لإطلاق سراح الرهائن، لكنه قال إنه لن يدفع أي ثمن للتوصل إلى اتفاق. نحن نعمل على تحقيق إطار إضافي للإفراج عن أسرانا، ولكنني أؤكد إنه ليس بأي ثمن. لدي خطوط حمراء، من بينها إننا لن ننهي الحرب، ولن نخرج الجيش الإسرائيلي من القطاع، ولن نحرر آلاف الإرهابيين. نحن نعمل في كل الأوقات لتحرير أسرانا وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب، وهي تدمير حماس والوعد بأن غزة لن تشكل تهديدا مرة أخرى لإسرائيل. إننا نعمل على تحقيق الأهداف الثلاثة معا ولن نتنازل عن أي منها. فيما نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى أن الهدف من تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الخطوط الحمر الدفع بحماس لرفض مقترح الصفقة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن من شأن ذلك السماح لإسرائيل بالاستمرار في الحرب وأن تلقي اللوم على حماس في رفض الصفقة مما يسبب انهيار المفاوضات. ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم أن مصر وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات الحدودية مع قطاع غزة بعد هذه الحرب. ونقلت الصحيفة عن إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المحادثات مستمرة منذ أسابيع مع القاهرة وسط خلافات حول مدى السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا على الحدود المصرية مع غزة. أفادت الإذاعة نقلا عن مصادر لم تسمها أن إسرائيل وعدت مصر بعدم إجراء عمليات عسكرية في رفح قبل منح السكان وقتا كافيا للإخلاء والانتقال إلى مناطق أخرى من غزة. من القاهرة معي الدكتور عمرو الشوبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور الشوبكي، أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. هل تعتقد بأن الوقت قد أصبح ملائما جدا ومناسبا للطرفين، الجانب الإسرائيلي وحتى لجانب الفصائل الفلسطينية، بأن تبرم الآن صفقة وسط تعنت إسرائيلي وأيضا إصرار فلسطيني على الشروط التي وضعت منذ هذه الحرب، بداية هذه الحرب؟ نعم، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني طبعا كما هو معروف إنه هذا التوقيت، وربما من قبل ذلك، ربما منذ أسابيع كان يمكن الوصول إلى
اتفاق لوقف إطلاق النار بعد يعني كل هذه الأعداد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وأيضا من الجانب الآخر الفشل الإسرائيلي في تحقيق الأهداف المعلنة، اكتساس حماس، القضاء عليها، السيطرة الكاملة على قطاع غزة. لكن تبقى المعضلة هو في الوقت الحالي، هو كيف يمكن أن يعني يخرج كل طرف مخرجات هذا الاتفاق إلى الرأي العام في كل جانب. إسرائيل تصر، وكما استمعنا لتصريحات نتنياهو وما يقول القادة الإسرائيليين، على أن نكون أمام هدنة قد تطول أو تقصر، لكن تحت عنوان الهدنة وليس وقف نهائي لإطلاق النار. لكن الفصائل الفلسطينية وحماس يا دكتور الشوبكي كانت واضحة يعني في هذا الطرح، كانت دائما تتحدث وما زالت تتحدث عن أنه هي تطالب بوقف نهائي لإطلاق النار، وهي لا تطالب بهدن أبدا. ذلك كان واضح على صعيد أو على لسان كثير من القيادات المحسوبة على حركة حماس. بالتالي ما مساحة المناورة الإسرائيلية هنا؟ يعني هنا فقط في يعني ما تم نشره في بعض المواقع الفرنسية أول أمس في أعقاب اجتماعات باريس، هي أن هناك محاولات أن يبدو يعني اتفاق إذا وقعنا في المرحلة الثالثة أو وصلنا إلى المرحلة الثالثة أو الثانية، أن يبدو وقف إطلاق النار وكأنه هدنة طويلة للرأي العام الإسرائيلي. يعني لن يكون الإعلان هو أنه هناك وقف إطلاق نار نهائي، حتى لو كان ذلك ما سيحدث بعد المرحلة الثالثة، لكن سيقدم وسيروج للرأي العام الداخلي الإسرائيلي كأنها هدنة طويلة. المحاولات تدور في هذه المساحة، كيف يمكن أن يتم إقناع أو الترويج لتحويل الوقف إطلاق النار الذي لن يكون معلن كأنه وقف إطلاق نار وسيكون في أعقاب المرحلة الثانية، على أنه هدنة طويلة الأمد. الجانب الإسرائيلي يعني هناك تقدم في مسألة الإفراج على الأسماء الثلاثة، مروان وعبد الله البرغوثي وسعداد، وأيضا فيما باقي الأسماء فيما يتعلق بالمرحلة الأولى. المرحلة الأولى 35 أسير إسرائيلي في مقابل 35 يوم من الهدنة، قد تمتد ل 40 يوم. يعني الأسماء والمرحلة الأولى لا يوجد حولها يعني تناقض كبير. المشكلة ستبدأ من المرحلة الثانية والثالثة كما أشرت لكم. نعم، لكن أيضا من النقاط الشائكة جدا وكما جاء على لسان إسرائيليين إنه الإشكال غير متعلق بأعداد من يتم الإفراج عنهم من الأسرى الفلسطينيين، وإنما نوعية هؤلاء الأسرى. عندما نتحدث عن قيادات يعني الأمين العام للجبهة الشعبية سعدات، أو القيادي الكبير في فتح مروان البرغوثي، أو حتى القيادي في حماس عبد الله البرغوثي، واضح أن هناك تعنت إسرائيلي بشأن هؤلاء، حتى إن هؤلاء لم يشملوا في صفقة 2011 بصفقة التبادل مع شليط. دكتور عمرو، صحيح، هي لم يحدث في 2011. السياق كما هو واضح يعني مختلف تماما. صفقة جلعاد شليط لم يكن في سياق إنه غزة تم هدمها، في 26 ألف فلسطيني قتلوا بنيران قوات الاحتلال. الجانب الإسرائيلي فقد أعداد من القتلى، سواء كان المدنيين في 7 أكتوبر أو طوال الأربعة أشهر من هذه المواجهات. نعم. مما يعني أن هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي، وأيضا هناك يعني ضغوط على الجانب الفلسطيني من قطاعات من الشعب الفلسطيني للوصول
الوصول إلى تسوية، ولكن ليس تسوية أو اتفاق بدون أي يعني بلا مقابل. من هنا أنا أتوقع أنه مع التحولات التي حدثت سواء على مستوى الرأي العام أو الضغوط الأمريكية البريطانية، التصريح بضرورة إنشاء دولتين، الوضع العسكري على الأرض، صمود فصائل المقاومة، كل ذلك يجعل إسرائيل أيضا رغم كل الكبر والاستعلاء الذي تمارسه الحكومة الحالية، لكنها مضطرة قد تضطر في الأيام القليلة القادمة إلى تقديم تنازلات في هذه المساحة رغم تعنتها، رغم اتفاقي معك على تعنتها فيما يتعلق بالأسماء الثلاثة. وستبقى الإشكالية هي كيف يمكن أن تقنع جمهورها بأن ما وقعت عليه في المرحلة الثانية أو الثالثة أو ما وصلت إلى الفكرة ويعطيك العافية دكتور. هو هدنة مؤقتة وليس اتفاق نهائي. من القاهرة دكتور عمرو الشوبكي المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، دهمنا الوقت، شكرا جزيلا ويعطيك العافية. يتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى منطقة الشرق الأوسط بنهاية الأسبوع لإجراء اتصالات دبلوماسية بشأن الوضع في غزة. قال مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكين سوف يجري اتصالات مختلفة مع الأطراف حول مستقبل غزة بعد الحرب وكيفية إدارتها في تلك المرحلة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة المحتملة. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن إدارة بايدن سوف تعمل بنشاط أكبر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة توفر ضمانات أمنية لإسرائيل بعد انتهاء الصراع في غزة، وأضاف أن إدارة بايدن سوف تعمل بشكل حثيث لوضع الخيارات والخطط اللازمة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه لم يفصح عن خطط محددة. في سياق متصل قال التقارير إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أمر بدراسة الخيارات السياسية المتعلقة باعتراف في واشنطن بفلسطين كدولة وعلى المستوى الدولي بعد انتهاء الحرب، ومن بين هذه الخيارات دولة فلسطينية منزوعة السلاح. أظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات المدن أن عشرات المدن الأمريكية ومنها شيكاغو وسان فرانسيسكو قد أصدرت قرارات بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، ويدعو معظمها إلى وقف إطلاق النار. وأصدرت 48 مدينة على الأقل قرارات رمزية تدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة، بينما أصدرت 6 مدن أخرى قرارات تدعو على نطاق أوسع للسلام، وصدر ما لا يقل عن 20 قرارا للتنديد بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. معي مباشرة من واشنطن ريتشارد وودز مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون. سيد وودز أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث. أسأل في البداية عن الحراك الأمريكي المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية محتملة، ما الذي تغير الآن وكيف يمكن أن يضمن الشركاء العرب أو حتى الفلسطينيون هذه التعهدات الأمريكية رغم صدور قرارات أممية تتعلق بإنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 67 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتلك المناطق التي كانت موجودة فيها؟ لطالما دعمت أمريكا مبدأ حل الدولتين يتعيشان جنبا إلى جنب بسلام مع مصالح اقتصادية مشتركة، وهذا سيكون ضمن عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل وحكومات عربية أخرى. إلى الآن العوائق كانت قوية جدا ووقفت في وجه تلك العملية. الفلسطينيون منقسمون والحكومة الأمريكية لم تجعلها أولوية، ولكن الحرب يبدو أنها حفزت الجميع على التفكير بشكل جديد حول هذه المسائل، لأن الحرب كانت مريعة جدا خاصة أعداد الضحايا والدمار. نعم، ويريد الجميع أن يضمن أن لا يتكرر هذا الحال. فالحكومة البريطانية اتخذت دور القيادة التفكيري بدولة فلسطينية مستقلة،
بمساعدة الأمم المتحدة، وأمريكا تفكر أفضل السبيل لتحقيق ذلك، وربما تريد أن تعمل مع مجموعة محدودة من الدول، ولكنها يبدو أنها وسيلة مهمة لتحويل هذه الحرب الحالية إلى شيء أفضل بعد انتهائها. من ضمن الخيارات التي رشحت إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، هل ترى أن هذا الطرح منطقيا؟ يعني القرارات السابقة الأممية متعلقة بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، هل نجح هذا الخيار؟ قامت انتفاضة أولى وقامت أيضا انتفاضة ثانية، وشهدت واطلعت على ما حصل في 7 أكتوبر، لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على خيارات أثبت الزمن أنها غير منطقية وغير واقعية وغير متقبلة فلسطينيا؟ السلطة الفلسطينية من وجهة نظرهم يمكن أن يكون لديها أسلحة تعامل مع مسائل أمنية داخلية، مثلا قوات الشرطة أو لمكافحة المخدرات أو الجرائم البسيطة، ولكن لن يكون لديها جيش يكون قادرا على سبيل المثال لخوض حرب مع إسرائيل. هناك العديد من الدول التي ليست لديها جيوش، كوستاريكا على سبيل المثال، وفيما يخص إسرائيل وفلسطين فالإسرائيليون متحسسون جدا لوجود جماعة مسلحة بالقرب منهم، فهم ربما يعد هذا تنازلا محتملا مع وجود وظائف أمنية خارجية تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية، والفلسطينيون لديهم قدرة أمنية داخلية، ولكن حينها علينا أن نطرح السؤال، هل نسمح للإسرائيليين بشن مثلا غارات داخل الأراضي الفلسطينية؟ هذا ما يقومون به الآن، ويجب أن يتم التوصل إلى ذلك الحل. سيد ودز، هل تعتقد بالفعل أن هذا هو معنى الدولة الفلسطينية المستقلة؟ تقاس الدول ويقاس استقلال الدول بوجود جيش يدافع عن الدولة وعن المواطنين ويحمي كرامتهم ويحميهم، هل بالفعل تستطيع أن تسوق أمريكا لهذا المفهوم الذي لم يعد غائبا عن الفلسطينيين؟ هذا المفهوم كما قلنا معروف و سمعنا الكثير عنه في تسعينات القرن الماضي حول تأسيس مفهوم أو شكل لحل الدولتين، وأغلب الانتباه كان على المسائل الأمنية والبعد الأمني وأي نوع من الجيوش أو القوات المسلحة يحصل عليها الفلسطينيون. بالتالي فهنالك الكثير من العمل حول ذلك وكيفية تنظيم هذه الأمور لضمان قدرات فلسطين للدفاع عن نفسها ومنع جماعة مثل حماس من السيطرة، ولكن لم نتوصل إلى المرحلة التي مكننا فيها من تنفيذ تلك الخطط بسبب الانتفاضة وتحديات أخرى، فحمر أخرى يراجعون تلك الخطط الآن. التحدي الأكبر الآن هو أن انعدام الثقة في الأشهر القليلة الماضية وكل الهجمات سواء الفلسطينية ضد الإسرائيليين والإسرائيليين ضد الفلسطينيين، يعني أن سيكون هناك كثير من انعدام الثقة، وربما يحاولون إشراك دول أو قوات من دول ثالثة للمساعدة في المرحلة الانتقالية. شكرا جزيلا إذن من واشنطن ريتشارد وودز مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون، شكرا جزيلا لحضرتك. نقلت صحيفة هارتس عن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي لدراسة إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بدلا من وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة. الوكالة هي المسؤولة عن عدد كبير من اللاجئين في قطاع غزة، ولولا هذا التمويل كان الشعب الفلسطيني كله انتهى أمره، وبالتالي هذا الأمر يؤثر سلبا
إذا كان هناك بعض الموظفين قاموا بعمل ما فلا داعي لمعاقبة الشعب الفلسطيني كله. تقليص خدمات الأنورا في غزة مسكر كارثة كبرى على السكان الموجودين هان. هو بوقت السلم كان 70% عايشين على مساعدات الأنورو ومدارس الأنورو وتعليم ببلاش وصحة ببلاش، فما بالك لما يتم تقليص دول كثيرة قلصت المساعدات اللي بتم تقديمها للأنورو. أنا واحدة من الناس لا عندي أولاد يصرفوا علي ولا عندي زوج، أنا أرملة ولولا الوكالة اللي بتعطينا إياه كان بنلاقيش أكل ناكل، وفي زي أرامل كتار. مصيبة كبرى وكارث الوضع، هي يعني حتى الوكالة هي الجهة الوحيدة الداعمة للشعب الفلسطيني وهي اللي عندها الإمكانية لتقديم المساعدة، فقطع الدعم عنها يعني قطع الدعم عن الشعب الفلسطيني، وبالتالي الأوضاع السيئة حتسوء أكثر. بداية الجحيم، لأنه عندك 2,200,000 لاجئ مهجر نازح من الشمال للجنوب، وهدول من غير مأوى ولا طعام ولا شراب ولا شيء زي ما أنت شايف و العالم شايف. وصل اليوم وزير الخارجية البريطاني دافيد كاميرون إلى لبنان واجتمع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقد بحث الطرفان سبل إرساء التهدئة جنوب لبنان والحل السياسي والدبلوماسي المطلوب، كما ناقش دور الجيش وإضافة إلى تقويته والسبل الكفيلة بتطبيق القرار الدولي ذي الرقم 1701. ومن المقرر أيضا أن يلتقي كاميرون رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري. قالت مصادر من الدعم السريع للحدث إن المفاوضات مع الجيش السوداني في البحرين توقفت بسبب إعادة علاقاته مع إيران، وأضافت أن إعادة الجيش السوداني لعلاقاته مع إيران هو قرار غير مبرر في الوقت الحالي. إلى ذلك كانت مصادر مطلعة لرويترز قد قالت إن قادة كبارا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد اجتمعوا 3 مرات خلال يناير في البحرين في أول تواصل على هذه الدرجة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ 9 أشهر. وقالت 4 مصادر للوكالة بينهم 2 قد حضرا المحادثات إنه على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان حضر ممثلون مؤثرون من القوتين. أضافت المصادر أن اللواء شمس الدين الكباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة مثل الجيش في اجتماعات العاصمة البحرينية المنامة، بينما مثل قوات الدعم السريع لواء عبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. وقال أحد المشاركين إن الجانبين قد اتفقا مبدئيا على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه. وأضاف المصدر كذلك أنه من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعا للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي. إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، حيث وصل وفد من تحالف التقدم يضم عددا من القيادات السياسية والمدنية السودانية، وذلك استجابة لدعوة رسمية من رئيس جنوب السودان لبحث سبل وقف الحرب في السودان. وفي تصريحات خاصة للحدث كشف القيادي في المكتب التنفيذي لتحالف تقدم خالد الشاويش أن رئيس التحالف عبد الله حمدوك تخلف عن الزيارة لأسباب صحية، وأشار إلى أن قيادات تقدم التي وصلت إلى جوبا ستبدأ اجتماعاتها مع الوساطة الجنوبية اليوم. جينا في زيارة لدولة جنوب السودان بدعوة من السيد رئيس دولة الجنوب الفريق سلفاكير لإطار التباحث والتشاور في طرق إيقاف الحرب وفي إطار عملية السلام في السودان الدائرة والحرب الدائرة في السودان من فترة 9 إلى 10 شهور. وصل جزء من الوفد تقدم اليوم بقيادة برمناصر والواثق البرير وعمر الدقير وبكر فيصل وسليمان صندل وشخص الضعيف. وبكرة حيكون في اجتماع الساعة 10 مع الوساطة. معي مباشرة من القاهرة عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أهلا ومرحبا بحضرتك سيد عثمان على شاشة الحدث. لربما يعني أستثمر فرصة وجودك لمعرفة حجم اطلاعك على ما قيل إن مفاوضات مباشرة على هذا المستوى بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني قد حصلت على
3 لقاءات في العاصمة البحرينية المنامة. صحيح، يعني كانت هناك مفاوضات مباشرة لأول مرة. المفاوضات السابقة طبعا في منبر جدة كانت غير مباشرة، هذه المفاوضات كانت مباشرة وعلى مستوى أعلى، مستوى الثاني للجيش، ونفس الأمر بالنسبة لقوات الدعم السريع. وكانت هناك محاولة للوصول إلى وقف إطلاق نار بصورة مباشرة على الشروط التي قد يقترحها كل من الجانبين، ولكن يبدو أن بعض الشروط التي أو بعض المطالب التي تقدم بها جانب الدعم السريع أصبحت عائق بالنسبة لوفد الجيش في الاتفاق معه، وتوقفت المباحثات دون الوصول إلى نتائج حاسمة، لكن دون إغلاق الطريق، بمعنى أنها ستتواصل مرة أخرى ربما في مكان آخر أو في ظروف أخرى تتيح لهم الوصول إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك النظر في اتفاق ماذا كانت تسوية نهائية شاملة. مطالب قوات الدعم السريع، يعني هل فيها شيء جديد سيد عثمان؟ لا، هي ليس فيها شيء جديد يذكر، لكن هي مطالبة بوضع سياسي ما بعد الحرب، والوضع السياسي يشمل منصب النائب مجلس السيادة كما كان في السابق، وبعض الامتيازات الأخرى التي تحافظ على وضع الدعم السريع خاصة في المسار السياسي. وهذا الأمر طبعا بالنسبة للجيش لم يكن مقبولا، بالنسبة لوفد الجيش لم يكن مقبولا، ويبدو أن الشرط نفسه أو هذا المطلب هو في النهاية كان مجرد مطلب لتعلية سقف التفاوض، لكن ربما لا يكون هو المطلب الذي يمكن في النهاية أن يعيق الوصول إلى اتفاق سلام بصورة كاملة. قد جميل. يكون فقط جميل. هل صحيح أن التقارب بين الجيش السوداني وإيران كان السبب وراء فتور يعني هذه المفاوضات وإلغائها كما صرحت مصادر للحدث؟ هو لم يكن جزء من المفاوضات بأي صورة من الصور، وأصلا ليس هناك تقارب بالمعنى، يعني الذي تم حتى الآن هو فقط اتفاق لقاء واحد بين وزيري الخارجية، وزير الخارجية الإيراني أنا أقول والسوداني. هل كانت سببا يا سيد عثمان؟ أقول هل كان يعني لا التقارب بين الجيش السوداني وإيران هل كان سببا بالفعل لعدم التوصل إلى النتائج كما يعني جاء على لسان مصادر صرحت بذلك للحدث؟ لم يكن سببا، ولكن أريد أن أضيف عليها معلومة أخرى. فضل. أن هو الإشارة للأسلحة التي وصلت إلى الجيش السوداني، وهي أسلحة طائرات مسيرة، واضح تماما أنها مجرد صفقة مالية أكثر منها صفقة سياسية، بمعنى أنه ليس هناك حتى الآن أي ترتيبات سياسية يمكن أن تشكل فعلا ربما متغير كبير، وربما تشكل هاجس ليس فقط للدعم السريع إنما لبعض الدول في المنطقة، دول المنطقة السعودية ومصر وغيرها. كثير من الدول على خلفية ما يحدث الآن في اليمن ستكون هذه إذا كانت هناك أي ترتيبات سياسية ستكون ذات بعد إقليمي، وقد تشكل هاجس لبعض الدول الأخرى أكثر من الدعم السريع، لكن طيب. هذه صفقة أسلحة فقط لم تتجاوز هذا الوضع. سؤالي الأخير وعلى عجالة لو سمحت سيد عثمان، يعني اجتمعوا بخصوص منبر جدة واجتمعوا في إيجاد يعني أكثر من مرة، هل أصبح الطرفان يدركان أن الحل يكمن بتفاوض مباشر وجود اتفاق يخضع ويرضخ له الطرفان سريعا؟ إلى حد كبير أنا أعتقد إلى حد كبير الآن هناك درجة كبيرة من الموضوعية والتعامل مع قضية مسار التفاوض ومسار السلام بصورة جادة أكثر مما كان في الماضي، كانت مجرد عملية شراء وقت. الآن هناك نظرة موضوعية لأن الوضع العسكري أثبت أن النصر لكلا الطرفين شبه مستحيل في المنظور القريب، وأن الكلفة ستكون عالية جدا. فهناك نظرة حقيقية الآن ومحاولة فعلا لإيجاد مخرج من هذه الحرب عبر التسوية السياسية، لكن تظل بعد ذلك مواقف الطرفين من التسوية مبنية أحيانا على تقديرات عسكرية أكثر منها. شاكر لحضرتك إذن من القاهرة أستاذ عثمان المرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، شكرا جزيلا ويعطيك العافية.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده تدعم الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي أكد خلاله على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وتعزيز مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات. يواصل مئات المزارعين الذين يقودون جرارات ثقيلة نحو مقر الاتحاد الأوروبي احتجاجاتهم بشأن التكاليف الباهظة والقواعد البيروقراطية تزامنا مع قمة زعماء الاتحاد. ومن المرجح أن يدرج المزارعون شكواهم على جدول الأعمال غير الرسمي لزعماء الدول 27 في الاتحاد، رغم انعقاد القمة للبحث بشكل مكثف في تقديم المساعدات المالية لأوكرانيا، وذلك في خضم الحرب مع روسيا. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. ناقشنا خلالها مجموعة من الملفات من ضمنها التسريبات المتعلقة بالصفقة بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني. تحية وإلى اللقاء.